ومهمته على اكمل وجه نادر والاباني يسيبها لعبد الواحد ويقع الاباني مارادونا والاباني وحسام مش ممكن قمة الاثارة وعبد الواحد لسه على الارض جول 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 ادي الاباني كان عايز يسيبها ليه عبد الواحد السيد خبط فيه الاباني الاباني هو اللي اصابه انتهز الفرصة صلاح مارادونا والاباني على الارض وشايفين الدربكة اللي حصلت حسام ومارادونا واخيرا مارادونا وعلى الطريق